هي المكان هو قرب مصلحة التشريح ديال الموجة ابن رشد. اللي كاين دابا هو انه ما عرفناش واش حفل ولا شنو هو اللي كاين الداخل. المهم انه كاين الرقص بالقرب من الجثث ديال الموتى. كنتمناو انه اللجنه ديال اليقظه على المستوى المركزي ولا على مستوى جهه الدار البيضاء الكبرى تفتح تحقيق في القرب من المكان ديال التشريح ديال الجثث، لانه لا يعقل انه تكون احتفال بقرب مكان ديال التشريح يعني دون مراعاه العائلات اللي كيتسناو الجثث ديال الاقارب ديالهم باش يدار لهم التشريح. نقول اليوم ان لجنه اليقظه مطالبه بان تفتح تحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمه في حق من خدش ذلك الاحساس بالمسؤوليه، خصوصا انه قرب الجثث ديال الموتى. واللي كيبان هو انه هذا الحفل هذا اللي دار، لانه اصوات ديال الاهازيج وهذا اللي كتسرب من داخل هذه القاعه هذه يعني دون مراعاه ذلك الاحساس، وخصوصا امام حدث عظيم اللي هو حدث ديال الموت، وان العائلات كتسنى الجثث وكتسمع الاهاجيز. قيل لنا ان هناك احتفال، لكن نتمنى انه من تحقيق انه يوصل لمن عبث باحاسيس